بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله النهارده هناخد مع بعض تجربه السوبر بوزيشن، هنشرحها على الماتلاب واللي نعمل فيريفيكيشن لها عشان نتحقق من النتائج اللي بتطلعها عمليا باستخدام برنامج الماتلاب. طبعا احنا هنستخدم الماتلاب دوت ده بجانب الشغل العملي اللي هو هيكون متصور لكم كفيديوهات عملي، بحيث يكون تطبيق للشغل. يعني لو في مثلا الشغل العملي فيه نتائج بتطلع مش دقيقة، فدوت المفروض النتائج بتكون فيه دقيقة جدا عشان نثبت النظرية. تعالوا مع بعض. أول حاجة هنبدأ كده، طبعا احنا عارفين نظرية السوبر بوزيشن بتعتمد ان انت بيكون عندك أكتر من منظر في الدايرة، فهو بيطلب منك تيار أو جهد على أي عنصر من عناصر الدايرة. فأنت بتبدأ تجيب التيار، مثلا لو طلب منك تيار على مقاومة يبدأ يجيب التيار في حالة المصدر الأولاني، ثم التيار في حالة المصدر الثاني، ثم التيار في حالة المصدر الثاني الثالث فقط، ثم نجمعهم مع بعض. يبقى أنت كده مثلا جبت التيار الكلي لو الدايرة عندي. هنشوف بمثال هيكون أفضل إن شاء الله. دلوقتي هنحتاج مجموعة من المقاومات، هنضيف هنختار سيريال ار ال سي، وهنحتاج معانا كمان دي سي فولتج، برضو هنضيف اكتر من مصدر بحيث نقدر نطبق النظرية، لان النظرية دي عشان تطبقها لازم يكون عندك اكتر من مصدر. هنحتاج جهاز يعرض النتائج، هنجيب ديسبلاي. احنا ممكن هنختار سكوب، وبعدين برضو غير السكوب جهاز يعرض النتائج كأرقام. السكوب هيعرضها لنا طبعا كفيجر، بعد كده ممكن كمان اللي احنا نشوف ايه نحتاج ايه كمان. هنحتاج تعالوا نجرب مع بعض كده، نشوف الاول الحاجات اللي معانا ديت، وبعد كده نشوف لو احنا حسب ما احنا بنرسم الدايره نشوف ايه اللي هنحتاجه. احنا دلوقتي هنشتغل على المقاومات بس، فبنضغط عليها ونختار اللي احنا عندنا. مثلا الجهاز دوت يكون عبارة عن مقاومة فقط، في غلطة احنا عملناها هنا كده. لما تيجي تختار ما تختارش سيريال ار ال سي لود، انت اختار معاك سيريال ار ال سي برانش، عشان ده اللي هيحقق لك النتائج بتاعتك. انت تقدر تختار هل يكون عندك مقاومة ولا يكون عندك ملف مثلا، او يكون عندك مكثف. فانا اخترت دلوقتي عندي هو الثلاث عناصر، هضغط عليه ضغطة، اختار نوع اللي عندي، هل هو ار ال سي، هل هو مقاوم وملف ومكثف، ولا ار ولا ال ولا سي. بس فاحنا هنختار ار. مثلا هنختار المقاومه دي قيمتها 10، وبعدين برضو دي هتكون مقاومه معانا قيمتها 10، وهنخلي بس يكون عندنا ار بس برضو. كذلك الفرع الثالث هيكون برضو مقاوم قيمتها مثلا 25، احنا نختار ارقام عشوائية ونجيبه هنا. هنرجع للمقاومة دي خليها، بدل ما نخليها متساوية مع التانية خليها مثلا 15. لو احتاجنا مقاومات تانية نضيف،
برضو بالنسبة للمصادر، تعال نكون الدايرة مع بعض كده. انا عندي 3 مصادر اهو، عاوزين نحطهم كده ونشوف النتائج بتاعتنا هتكون ظروفها ايه. ادي المصدر الاولاني نوصله هنا ببعض، ادي المصدر ممكن نعمل روتيت العنصر دوت هنا كده، تمام، وهنوصله بالمصدر اللي عندنا. تمام، بعد كده دي نسميها مثلا R2، ادي عندنا مقاومة كمان اهي. بعد كده عندنا برضو ممكن نحتاج مقاومة كمان معانا، فهناخد المقاومة دي هنا مثلا كده، تمام. وأخيرا ممكن نحط مصدر هنا، ومعاه مثلا المصدر هنا ممكن نحط برضو معاه مقاومة كمان. بحاول أكبر الدايرة على قد ما أقدر عشان نقدر نشوف نطبقها عندنا ونشوف النتايج تكون أوضح. دي الدايرة اللي قدامنا دلوقتي. تعالى بس نراجع المصادر الأول. عندنا المصدر دوت 100 فولت، هنسيب 100 فولت زي ما هو، وممكن نخلي ده 200 فولت، وده مثلا 300 فولت. المقاومة ديت قيمتها ب25، ماشي. المقاومة ديت بدل 15 نخليها 30. المقاومة ديت نخليها مثلا ب20، تمام. انا دلوقتي هعمل ايه؟ احنا قلنا نظرية السور بوزيشن بتعتمد ان انت بتحل المسألة باكتر على 3 مراحل، يعني على حسب عدد المصادر اللي عندك، مش 3 مراحل. يعني لو عندي مصدر واحد تبقى ما ينفعش طبعا نظرية تطبق على مصدر واحد، لو عندي مصدرين طبق بحل المسألة على خطوتين بقى، لو عندي 3 بحلها على 3 مرات، لو عندي 4 بحلها على 4 مرات. فاحنا دي الدايرة اللي قدامنا اهي. انا دلوقتي عندي 3 مصادر في المسألة، يعتبر عندك بتحل على 4 خطوات. فانا اهي اهي دي الدايرة عندنا. أنا دلوقتي عاوز أقيس إيه؟ أنا عاوز أقيس التيار اللي ماشي في كل فرع. عاوز أقيس دلوقتي مثلا، نفترض طلب مننا في المسألة إني أجيب التيار اللي موجود في الفرع اللي هو في المقاومة R1، عاوز أقيس التيار اللي هنا. فأنا دلوقتي هعمل إيه؟ أنا هقطع الدايرة دلوقتي أهو، تمام، وهجيب جهاز يقيس التيار من عندنا دلوقتي. هنجيب دلوقتي جهاز يقيس التيار، هتضغط ضغط عندك هنا كده، ضغط هنا كليك يمين عندك هنا، وتروح جاي كاتب له مثلا كارنت، هتلاقي كارنت ميجرمنت ظهرت عندك تحت اهي، تمام. عاوزين نوصله هنا كده مثلا، هنعمل له روتيت، روتيت روتيت، كلمة روتيت فين؟
نعمل الجهاز اللي عندنا روتيت فورمات عندك هنا، وبتروح جاي مختار كلمة روتيت اهي معانا تمام. هنضيف الجهاز اهو، وصلناه، وعاوزين يعمل عرض للنتائج هنا كده على الجهاز ده تمام. ممكن برضو لو عاوزين ناخد كيرف خلي ده دلوقتي، تعالى برضو نكرر العملية ديت هنا كده. هبدأ برضو هنا كده احط current measurement عندي هنا كده، وهاجي هنا برضو احطه عندي هنا كده. طب انا دلوقتي احنا زي ما متفقين ان احنا عشان نطبق النظريه ديت، فانا المفروض هاخد التيارات الموجوده عندي كلها، المفروض هاخد تيار هنا زي التيار هنا زي التيار هنا يساوي التيار الكلي اللي هو هيطلع لي من هنا. فانا دلوقتي هعمل ايه؟ انا دلوقتي هروح جاي جمع التيارات اللي موجوده عندي هنا، تلات اشارات تمام دهوت، هاخد الخارج بتاعهم التلاته، الخارج الاولاني والتاني خارج اهوت، والتالت خارج اهوت، واروح جاي حاططهم على ديسبلاي اهو، والمفروض الناتجين يطلعوا زي بعض. طبعا لو احنا عاوزين نشوفهم على السكوب، انت ممكن نشوف الخارج بتاع كل واحد منهم، يعني ممكن مثلا نعمل سكوب عندي هنا كده، مثلا نعمله 3 شانل عندي، نعمل الكوب عندك تلاتة channel number of input ports عندك، هيكون مثلا خليه أربعة بحيث اللي هو يجيب بتوع الأربعة اللي عندنا ماشي. هنضيف هنا كمان كده خانة، فأنا دلوقتي هعمل ايه بقى؟ هاخد الخارج بتاع كل واحد منهم. أول حاجة تعالى ناخد الخارج بتاعي الأولاني اهو، بتاع المصدر الكلي المفروض يكون مجموع، وهاخد خارج الاول اهو، وهاخد خارج التاني اللي موجود عندنا اهو، وهاخد خارج التالت اهو تمام. المفروض مجموعهم يطلع عندي الناتج ده. انا برضو ممكن برضو عشان اتاكد من كده اروح جاي حاطط الديسبلاي جنب كل واحد
اخيرا بقى، انت طبعا احنا عارفين ان السيميولينك عندي ما يشتغلش الا لما اجيب باور جي يو اي عشان يشغل السيميولينك اللي موجود عندي اهو. وهبدا اشغل دلوقتي عندي البرنامج واشوف الخارج بتاعي هيكون عباره عن ايه. واحنا ممكن نخلي بس الخارج عندنا ثانيتين بس الطايم اللي عندنا، ونبدا نعمله نشغله، هيبدا يعمل كومبايلنج وهيطلع نتائج. نشوف بس الايرور اللي موجود عندنا ايه. تمام، ناخد في مشكلة عندنا هنا كده. طبعا هو دلوقتي لو لاحظنا دلوقتي تلاقيه جايب عندنا التيارات بالسالب. التيارات بالسالب ليه؟ لأننا هنا عاكسين الجهاز بتاع الكرنت ميجرمنت. طب تعالى نوقفه كده ونعدل الاتجاه كده. تعالى نعدل الاتجاه، نعمل روتيت بس فورمات، وبعدين عندك روتيت. برضو الأجهزة اللي عندي دي كلها نعمل لها روتيت عندنا عشان أشوف بس، أو من غير روتيت خالص. تعالوا نعكس كده الاتجاهات اللي عندنا أهو، نعكس آلة التيار، وبعد كده أعمل له روتيت لو عاوزين الفورمات فليبك أب أند داون. انا وقفت الفيديو طبعا عشان خاطر بس الوقت، ما يعني وقت الفيديو وانتوا بتشتغلوا يعني وتشوفوه. وتعالوا نعمل ران البرنامج دلوقتي ونشوف النتائج اللي عندنا. هنلاقي النتائج اصبحت بالبوزيتيف. لو بصينا هنا حاولنا نجمع دلوقتي، انا ما عملتش حاجه، انا عاوز اطبق نظريه السوبر بوزيشن. دلوقتي لو الحته هتلاقي طياره حتى خرج نفس الخارج، يعني لان انا دلوقتي يعني انا عاوز اطبق نظريه السوبر بوزيشن. نظرية السوبر بوزيشن بيعتمد ان انت بيكون عندك اكتر من مصدر في كل حالة. تمام، فتعالوا المصدر ده ب 300 طبعا عشان بس نعدل. تمام، تعالوا كده نعدل. انا نظرية السوبر بوزيشن بتعتمد اول حاجة هلغي المصدر، هسيب المصدر ده بس في الدايرة، وهلغي المصدرين التاني اهو. وطبعا ده مصدر جهد فبيتحول لشورت سيركت، وده مصدر جهد هيتحول لشورت سيركت. وبعدين هاجي اسيب المصدر في الوسط وهلغي الاولاني احول شورت سيركت، وهلغي التاني احول بشورت سيركت. تمام، وبعد كده هسيب المصدر الاخير وهلغي دوت اتحول لشورت سيركت عندنا، وده هيتحول لشورت سيركت عندنا. وتعالى نشوف الخارج بتاعنا. تمام، المفروض دلوقتي اللي انا عندي الخارج اللي موجود عندي، اللي انا لو جمعت التيارات او الجهود اللي موجودة عندنا، التيارات التيار بتاع الحل الاولانية نتيجة وجود المصدر الاولاني ده بس، زائد التيار نتيجة وجود المصدر التاني، زائد التيار نتيجة وجود المصدر التالت، اللي هما التلاتة عندك اللي هو 55% و74% و4.3، التلاتة يطلعوا معاك نفس قيمة التيار. فاحنا لما جمعنا التلاتة دول مع بعض اهو عن طريق الأدر اهو، عند هم مع السمشن اللي موجود عندنا هنا كده، طلعنا الناتج اللي عندك بيساوي 5.628، اللي هو نفس الخارج 5.628. لو جينا نغير مثلا هنا كده وخلينا المصدر اللي عندنا مثلا دوت عاوزين نغير قيمته ونخليه مثلا ب 500،
تمام. طبعا احنا هنغير برضو دوت هيبقى ب 500 اللي هو نفس المصدر. وتعالوا نغير كده برضو ونشوف الخارج برضو نفس الامور، لان نفس قيمه التيار اللي طالع من الحاله ديت هو نفس قيمه التيار اللي طالع من الحاله دي. طب تعال نشوف الرسمه بتاعته بقى. لو جيت بصيت عندك هتلاقي عندك اهو التيار ده، التيار اللي فوق قصاد التيار الكلي اللي هو طالع 6 بين 6.5 وبين 7 عندك. لو جيت جمعت التيارات في كل حالة من الحالات ديت هتلاقي عندك التلاتة بيساوي 6 والرقم اللي موجود عندنا بقى. انت يبقى كده احنا طبقنا هنا نظرية السوبر بوزيشن وقدرنا نتحقق منها باستخدام برنامج ماتلاب سيميولينك. وطبعا بإذن الله بقية التجارب برضو هكون معاكم ان شاء الله تقدر من خلالها تتحقق من كل النظرية من النظريات اللي عندكم، سواء السيفنال سواء النورتون سواء الماكسيم بار ترانسفير والار ال والار سي والريزونانس، فكل التجارب دي ان شاء الله معاكم. بالتوفيق ان شاء الله يا باشمهندسين.